وايد فيديوهات تداول عن مكمل اوميجا 3 انه دير بالك مو زين وخطير، صح ولا لا؟ في صح وفي غلط. انزين شنو الغلط؟ الغلط انه اذا كان الاوميجا 3 مصنع، اعيد تحت خطين، مصنع، هذا ما ناخذه لانه مصنع مو طبيعي. ولكن الطبيعي ايه ناخذه يا جماعه، ضروري جدا حق البشره والمفاصل والشرايين والشعر والجلد. زين شلون نميز الاوميجا 3؟ انا بصراحه باخذ اوميجا 3 وما اعرف في اشياء تخليني اعرف الاوميجا 3 الطبيعي. ايه رقم واحد، ناخذ الاوميجا 3 لفه مكتوب فاتي اسيد، يعني من الدهون الثلاثيه الاصليه، او حرف تي جي، يعني يا تي جي يا مكتوب فاتي اسيد، واضح واضح. هذا ناخذه وعلى اساس نحس بفعاليته ناخذ في ورا لما نلفه مكتوب دي اتش اي واي بي اي، هذول ناخذهم فوق ال 200. ولكن اذا انت عندك حاله مرضيه وتستدعي الاوميجا 3 او انت رياضي، لا اخذهم من ال 300 وانت طالع. واضح عرفنا شنو ناخذ الاوميجا 3 الطبيعي اللي مكتوب وراء فاتي اسيد، او مختصر تي جي ترايجل سترايد. واضح، عليكم بالعافيه.